شوفوا ترى مع الأخ محمد. مرحبا. السلام عليكم نور الدين، واش راكم؟ لاباس؟ الحمد لله. واش الحمد لله لاباس والله الحمد لله. ما هاني توجور نتبع فيك. ما كاش مشكله. شوف نور الدين، ما نطولش بصح، يعني كيما يقول لكم ما عندي كلمه بارابور لهاد واش هو صاري كاع ياك. بوم، جاب لي ربي تكون معايا ولا بلي المشكل معقد بزاف ولا لا معقد بزاف، من الناحيه الجيوستراتيجيه، من الناحيه يعني الاخلاقيه، من سي تري كومبليكي. راك انت عايش في فرنسا وراك تشوف كيفاش يعني الهبه التضامنيه تاع البلدان الغربيه مع اسرائيل، باش نكونوا واضحين ياك هكا ولا لا. صادق، انا شفت يعني ردود الفعل الدوليه، وشفت يعني واحد رد الفعل، ولا نقول باللي سي هو لو بلوساج سي الحاكم كاع، رد الفعل تاع الصين تاع لاشين اللي قالت يجب العوده والالتزام بمقررات الامم المتحده. انا في بالي هذا هو الحل نور الدين. على بالي ما هانيش نهضر لك على الموضوع تاعك اكزاكتومون، مي كنت حاب نتدخل ولا صافي لونطون ولا، باسكو سي تيلمون كومبلكس نور الدين، سي تيلمون كومبليكي، سي تيلمون بروبليماتيك هذا المشكل، كو او فينال ولا يلفو روتورني الى مقررات هيئة الامم المتحدة، وكما يقول لك محاولة تطبيقها باش هكا باسكو سافا طون فينير هكا نورتي. بصح ما راهوش راح يتحل المشكلة هذه حتى. مي هذه واش يعني نقول لك انا علاش قلت لك ما عنديش اضافة نقدر نقولها ولا، باسكو علاه دوكا نهضروا ونزيدوا نطبلوا ونزيدوا ساريزو با لو بروبليم. قلت لك لو بروبليم اللي تري كومبلكس، يعني الفو كو توت لي بارتي ولا سونتيان لمقررات الامم المتحده، تطبيق لوائح الامم المتحده فيما يخص هذه القضيه وتفرى. ما نعرف انا باسكو دونك نقول لك حاجه كيما راك قلتها انت يا دوكا، ما واش يقدروا يديروا لي زوتر بي؟ يدخلوا دون جون غير، يدخلوا في حرب، ماشي حل. لا هو انت راك قلت سما اختصرت المساله في كلمه، قلت باللي المساله معقده. نعم اسكو راك موافقني ولا لا نور الدين؟ معقده بزاف على بالك. معقده، ولكن شنو هما اللي عقدوها؟ على كل حال شوف تقدر دير، انا شوف هما اللي داروا وعد بالفور، هما اللي داروا اتفاقيه تاع سايكس بيكو، هما اللي خلقوا هذا الكيان، هما اللي دعموه، والان دوك انت العرب راهم يسمى شغل يتعاملوا مع واقع مرير، والامور راه راح تزايد تعقد. دوك لو كان هما هذ الناس خاصة أمريكا ومن سار سيرها، لو كان هما قال مثلا راهم مشاو في هذاك الخط السلمي، راهم اتفقوا داروا الاتفاقية تاع أوسلو هذيك، داروا الاتفاقيات هذيك تاع كامب ديفيد هذيك، وداروا عدة اتفاقيات هذه، لو كان غير طبقوا غير الشيء اللي اتفقوا عليه، لو كان ما وصلنا لهذ الأمور. هما راهم كل مرة هاك تشوف أنت يا درك يدمروا فيهم تدمير شعوب مزيرين عليها وقاعدين يدعموا في الديكتاتوريات في هذه البلدان. هاك تشوف انت انقلاب في مصر، انقلاب في الجزائر، حدث انقلاب، هذه الحقيقة، هذه هي حدث انقلاب، خرج حراك شعب الجزائري بسلميته بحضاريته كان يحوس على جلب باش هو انه يكون رئيس، تفرزوا الإرادة الشعبية، فرضوا علينا واقع في الجزائر، فرضوا علينا واقع في مصر، فرضوا علينا في واقع في 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 دول واحدة أخرى، وهم الآن هم اللي يتحدثون بالديمقراطية، وقال هذا الناس ما مش ديمقراطيين، وهذا الناس أصوليين، وهذا الناس ظالميين، وهذا وكذا، وحابين يفرضوا على هذه الشعوب هذا الحكام اللي هما منعدمي الضمير. وبالتالي ذو كنت هذه الشعوب الآن رايحة تنتفض، يعني طول ولا تقصر رايحة تنتفض، حتى هذه الجيوش هذه رايح يخرج من صلبها ناس اللي هما رايحين يديروا وش يديروا. لو كان هما راهم جاوا يحوسوا قال مثلا على حل سلمي، وعليه احنا اللي رانا نديروا في هذه الحروب؟ ما ناش نديروا في الحروب. اك تشوف انت تلحق انت الواحد كيما بنزيما لاعب يا صاحبي، يدير لك انت ان بوست هكذا في انستغرام ولا في ديك، يتم اتهامه بالإرهاب ويتم اتهامه بكذا، فالمسألة صارت واضحة باللي هاو العدو نتاعهم هم المسلمين هكذا، ما كان حتى حاجة واحدة أخرى. وبالتالي درك هذه قضية نتاع الأمم المتحدة هم وراءها، يعني انت راح انت تواجه انت أمريكا في الأمم المتحدة، هاو عندهم درك انت كل مرة يستخدموا هذاك حق الفيتو هذاك،
لو كان نقولوا مثلا راهو قال يسعوا على جل باش يكون هناك ميثاق نتاع امم متحده جديد، وميثاق اللي بحيث هو انه يكون عادل، ها يضم الشعوب، واش عليها سيدي احنا علاش احنا نحوسوا على الحروب ولا